إلى الشأن السوري، حيث يوصل السوريون الإدلاء بأصواتهم في 7400 مقر انتخابي لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدورة التشريعية الثالث، وتجرى هذه الانتخابات في المناطق الخاضعة لسلطة الدولة، فيما تم تخصيص مراكز اقتراع خاصة لمواطني المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا من العاصمة السورية دمشق الدكتور عبد القادر عزوز المستشار بالحكومة السورية. دكتور عبد القادر، صباح الخير وأهلا بك في هذه الجولة الإخبارية، وهذه ربما هي المرة الثالثة التي تقوم بها الحكومة السورية بإجراء انتخابات مجلس الشعب منذ 2011 حتى هذه اللحظة. ما دلالة حرص الحكومة السورية على إجراء انتخابات مجلس الشعب رغم الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية أيضا التي تمر بها سوريا؟ التحية لك وأسعد الله صباحا. أهلا بك. العاملين في قناة ترنيوز وجميع الأخوة المشاهدين. يعني طبعا لا شك بأن الحكومة السورية والدولة السورية حريصة عموما على إجراء الاستحقاقات السورية بالنور، ولا يكون هناك فرق سوري. نحن أزمات، لكن اليوم أبرزها الوضع الاقتصادي. نعم. الاقتصادي وتحتاج فقط منا إلى ترشيد الاستهلاك من جهة، وإدارة رشيدة للموارد الموجودة والغير مستثمرة ضمن أراضي وسيطرة الدولة السورية، وأيضا هناك بعض المصاعب المتعلقة بوجود قوى احتلال ولكنها اليوم لا تحظى بدعم الشعبية، بل هناك العديد من جوانب المقاومة الشعبية. اليوم هناك مشاركة وإقبال عموما من قبل المواطنين خاصة في ظل التحديات، والعامل الأبرز هو حسن أو الحث على انتقاء المرشحين الأكثر كفاءة والأكثر أخلاقية، خاصة مع ابتعاد بعض وجوه الفساد في سوريا عن واجهة الترشح للانتخابات النيابية الحالية. طيب، بالأمس كان هناك انفجار في منطقة نهر عيشة في دمشق، برأيك ما الذي كان يستهدفه هذا الانفجار سياسيا على الأقل عشية انتخابات مجلس الشعب؟ طبعا لا شك بأن هذه الانتخابات ترافقت مع حملة نفسية كبيرة تطال المواطن السوري من أجل العزوف الانتخابي ومن أجل إثارة المزيد من القلق وعدم المشاركة السياسية، ولكن منذ الصباح الباكر وجدنا أن الكثير من المواطنين توجهوا إلى مراكز الاقتراع، وإلى الآن ما تزال عملية الاقتراع جارية، رغم يعني معرفتنا بشكل دائم بأن الانتخابات النيابية نتيجة تجاذبات الفتن والقوى السياسية عادة يعني لا تحظى بمشاركة أو لا يكون هناك يعني نسبة مشاركة كبيرة، لكن عموما على ضوء التطورات ما تزال إلى الآن النسب جيدة، ونتوقع خلال الساعات ايضا القادمه خاصه مع انشغال المواطنين في اعمالهم. نعم. ومع ذلك توجه الكثير كما اشرت الى مراكز الاقتراع للادلاء باصوات. طيب، الحكومه السوريه تقول انها خصصت مراكز اقتراع لمواطني المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومه المركزيه وتسيطر عليها المجموعات المسلحه، دلاله هذا الفعل برايك وهذه الممارسه التي قامت بها الحكومه السوريه، وما هي تحديدا المناطق التي باتت لا تسيطر عليها حاليا الحكومه السوريه في ظل سيطره بعض الميليشيات الارهابيه والمسلحه والمجموعات المسلحه على هذه المناطق؟ يعني طبعا على سبيل المثال جرت يعني جميع الدوائر الانتخابيه عموما توزعت فيها مراكز الاقتراع بشكل عادل، ولكن على سبيل المثال محافظه ادلب مثلا توزعت مراكز الاقتراع حسب تواجد اهم المواطنين في ادلب في عدد من المحافظات. نعم. على سبيل المثال ابناء محافظه ادلب يحق لهم الادلاء باصواتهم لمرشحي محافظه ادلب في كل من مراكز الاقتراع التي يعني اعدتها الدوله السوريه في كل من حلب واللاذقيه وطرطوس وحماه وادلب في المناطق المحرره، وكذلك في دمشق وفي السويداء، يعني جميع اماكن وتواجد المواطنين من ابناء مدينه ادلب ابناء المحافظه جرى فتح مراكز اقتراع لهم، وهذا من حرص الدوله السوريه على مشاركه جميع ابنائها في العمليه الانتخابيه والعمليه الدستوريه.
وجدير بالذكر أن نقول أن المناطق التي أصبحت الآن تحت سيطرة الحكومة المركزية، الحكومة في سوريا أصبحت أكثر من الانتخابات السابقة وأوسع من الانتخابات السابقة التي ربما كانت هناك مناطق أكثر من المناطق الحالية كانت تسيطر عليها الجماعات والميليشيات المسلحة والإرهابية، خصوصا في الشمال في مناطق إدلب وشرق أو غرب الفرات. طيب، هناك العديد وملايين اللاجئين السوريين في الخارج، هل من صعوبات لتصويت السوريين الموجودين في الخارج؟ الحكومة السورية لم تقر تصويت للسوريين والمهاجرين واللاجئين في الخارج، ما هو السبب وهل هناك نية في الانتخابات القادمة أن يكون هناك تصويت في مقار السفارات السورية في الخارج؟ سيدي الكريم، يعني سوريا دولة مؤسسات ودولة يعني فيها قوانين وفيها تشريعات. قانون الانتخابات رقم 50 عام 2014 وقبله أيضا عام 2011 وقبله حتى يعني منذ العام 1973 لا يوجد مشاركة لمن هم خارج سوريا في الانتخابات النيابية عموما. وهذا الأمر يعود إلى موضوع التأثير في الكتل والقوى السياسية، وهناك سجل انتخابي عام، وهناك سوريا ليست دائرة انتخابية واحدة طبعا، بل هي موزعة على 15 دائرة انتخابية. بينما في الانتخابات الرئاسية سمح القانون بمشاركة السوريين من هم خارج سوريا في عملية الاقتراع، باعتبار أنه في الانتخابات الرئاسية تكون سوريا دائرة انتخابية واحدة. لكن هل هناك أي مشروعات قوانين ربما أمام الحكومة السورية في الفترة المقبلة لإدراج المهاجرين أو اللاجئين السوريين في الخارج وهم كثر بعد الأزمة السياسية السورية والأمنية والعسكرية؟ هل يمكن أن تفكر الحكومة السورية في هذا الأمر مستقبلا؟ طبعا من الآن هناك انتخابات رئاسية كما يعلم الجميع في العام 2021، ويحق لأهلنا السوريين منهم في الخارج ومن ينطبق عليهم مواصفات سواء حق الانتخاب أو الترشح المشاركة بفعالية في هذا الاستحقاق. الدكتور عبد القادر عزوز المستشار بالحكومة السورية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة. حدثنا حول الاستحقاق الانتخابي والنيابي للسوريين في انتخابات مجلس الشعب الذي يعني تجرى هذا اليوم. هذه الصورة تأتينا منذ قليل من العاصمة السورية دمشق لإجراء هذه الانتخابات ودخول المواطنين السوريين إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في هذا اليوم الانتخابي الذي تشهده سوريا في كافة المناطق عدا تلك الخاضعة لسيطرة الميليشيات والجماعات المسلحة، تحديدا في بعض مناطق محافظة إدلب في الشمال السوري. الحكومة السورية تقول أنها خصصت بعض اللجان ومراكز اقتراع خاصة لمواطني هذه المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة ولا تسيطر عليها الحكومة المركزية في دمشق. إذن هذه الصورة التي نشاهدها الآن منذ قليل من العاصمة السورية دمشق لعمليات الاقتراع الجارية الآن في العاصمة السورية لانتخابات مجلس الشعب. جدير بالذكر أن نقول أن هذه هي ثالث انتخابات تجرى بعد 2011 بعد الأزمة السياسية في سوريا والحرب الجارية والطاحنة هناك. النظام أو الحكومة السورية، الحكومة السورية حرصت طوال الأعوام الماضية على إبقاء هذا الاستحقاق الدستوري والنيابي والقانوني جاريا مع اتساع في وقت من الأوقات رقعة العنف في الأراضي السورية.